علم أهل خالد بالرياض عن الحكم عن طريق إحدى الصحف الإلكترونية، وكانت الصدمة. انقطع الاتصال بين خالد وأهله لأكثر من 60 يوما. انقطع التواصل مع خالد عن طريق الاتصال بينه وبينه لمدة تقريبا 2 شهر. بعد كذا تبين لنا أن خالد قام مجموعة من المسؤولين في القنصلية بزيارته، كانوا 2 تقريبا، واجتمعوا به، شافوه كان منهار يعني ومتفاجئ من الحكم المؤبد، وجلس معهم وبدأ يفضفض لهم وكان مصدوم ومرعوب يعني، وقال أنا ما استحق هذا الحكم. يعني الوقع الحكم كان قوي على الوالد الله يرحمه ويغفر له، لدرجة أنه تم إدخال المستشفى لمدة 2 تقريبا. أكملت الشركة بالطاقم الجديد السعي للاستئناف، وتمت المحاكمة الثانية في 10/12/2013، ولكن خالدا لم يكن حاضرا للمحكمة.